Hallo, guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Wie geht's euch? Wir sprechen heute über die Verb-Konjugation. Lektion Nummer 5, Schule. النهارده السنة التانية هنكمل Verb Konjugation، يعني درس التصريف الأفعال. الفيديو اللي فات خدنا الأفعال المنتظمة اللي هي طبعا بتخضع أو بيمشي معاها اللي هي نهاية التصريفات، الأفعال اللي احنا متفقين عليها اللي هي إيش إي دو إس تي والإر والإس والزي تي والفير والزي والزيك غوس إي إن والإير تي. هنكمل النهاردة الفيرب كونيجاتيون بس مع الأفعال اللي غير منتظمة. طبعا الأفعال دي برضو هطبق عليها نفس النهايات اللي أنا لسه قايلاها حسب الضمير، بس هيحصل فيها اختلاف صغير بس خالص أو تغيير صغير. زي ايه مثلا؟ نشوف كده مع بعض. اول حاجة verb زين، فاس بتوتي زين. زين يعني يشاهد او يرى. الverb ده هطبق عليه نفس النهايات اللي انا متفقة عليها، بس هيحصل اختلاف صغير او تغيير صغير خالص. ايه هو؟ اول حاجة ان حرف الـ A اللي بعد الـ S، حرف الـ A هيتحول لـ EA. طيب مع كل الضمائر؟ لا، مع الدو والار والاس والزي. نشوف كده مع بعض. عايز اصرفه مع ايش؟ طبعا اول حاجه هعملها زي ما قلت الفيديو اللي فات، هحذف الاي ان واحط في نهايه تصريف الفيرب اي، عشان ايش بتاخد اي. ايش زيها، ايش زيها يعني انا اشاهد. دو زيهست، خدت بالي ان انا حولت حرف الاي لاي اي وحطيت في نهاية تصريف الفيرب مع الدو اس تي. ار اس و زي تيت، عملت ايه؟ حولت حرف الاي لاي اي وحطيت في نهاية الفيرب تي. الفير والزي والدي غوس عادي جدا، هحذف الاي ان واحط زي، والفي والزي والزي غوس بياخدوا في نهاية الفيرب اي ان، هيبقى فير وزي وزي غوس زين. وير زيت، انا لاحظت ايه؟ ان فيرب زين لما بيتغير ان حرف الاي بيبقى مع بيتحول لاي اي مع كل الضمائر. لا، انا لاحظت ان هو بيتحول مع الدو والار والاس والزي. طيب الفيرب اللي بعديه اكسبريشن. اكسبريشن فاس بتويت اكسبريشن. اكسبريشن يعني تحدث، هيحصل فيه برضو تغيير صغير. طب التغيير ده مع كل الضمائر؟ لا، هيبقى برضو مع الدو والار والاس والزي. طب ايه هو التغيير ده؟ التغيير اللي في verb expression ان انا هحول حرف الاي لاي، هحول حرف الاي لاي، هيبقى ايش؟ expression، ما حاولتش حاجة خالص، ان انا قلت التغيير مع الدو والار والاس والزي، مع الايش شلت لي ان وحطيت ايش expression. دو expresses، عملت ايه؟ حولت حرف الاي لاي وحطيت في نهاية الفيرب مع الدو اس تي. ار و اس و زي سبريشت، عملت ايه؟ حولت حرف الاي لاي وحطيت في نهاية الفيرب تي. فير و زي و زي غوس سبريشن، سبريشن. اير سبريشت، حولت حاجة؟ لا، حطيت الفيرب عادي جدا وحذفت منه الاي ان، والاير بتاخد تي. فيرب مشتن، مشتن فاس بدايت مشتن. مشتن يعني يريد او يرغب، عاوز حاجة معينة. إيش مشت، عملت ايه؟ حذفت الـ ان وحطيت مع إيش ايه. إيش مشت، دو مشتست، حذفت الـ ان وحطيت اس تي. لو حد خد باله قبل ما احط الاس تي حطيت حرف الـ A. طب ليه حطيت حرف الـ A ده؟ ده عشان تخفيف النطق، عشان مبقاش تي اس تي دو مشتست مش عارف انطقها، لازم يبقى في حرف ايه عشان اريح في النطق او النطق يطلع صح، يبقى دو مش تست. ار واس وزي مشت، حد يقول لي طب ما الار والاس وزي بياخدوا في نهايه الفيرب تي، انا ليه ما حطيتش فيهم تي؟ هنا الفيرب مشتن في حاجه شاذه كده، مع الاس والار والاس والزي بيفضل مشت. مينفعش اقول لي هو الفيرب كده، احفظه كده ار واس وزي مشت.
كبير وزي ودي غوس مش تن اير مش تت. برضو لو انا لاحظت مع الاير قبل ما احط التي حطيت ايه عشان لما اجي برضو اقول اتنين تي ورا بعض هلاقي النطق تقيل، فانا بحط الايه عشان تخفيف النطق زي كده ما عملت مع دو مش تست. قبل ما احط الاس تي حطيت ايه. ده كده سنة تانية الافعال الغير منتظمة. ليه سميتها غير منتظمة؟ عشان بيحصل فيها تغيير بسيط مع كل الضمائر، لا مع الدو والار والاس وزي. وبعد ما بعمل التغيير الصغير ده بحط برضو نهاية التصفات اللي انا متفق عليها قبل كده اما اجي اصرف الفيربين دول. طيب يبقى انا عندي كده تسفاي ارتن فون فيربن. انا عندي نوعين من الفيربن، قلت الافعال المنتظمة في الفيديو اللي فات والافعال الغير منتظمة في الفيديو ده. طيب عندي تالت نوع من الافعال اللي هي الافعال الشاذة. ايه بقى الافعال الشاذة دي؟ الافعال الشاذة دي بقى اللي بتتغير كلها، يعني ولا هغير فيها حاجة بسيطة زي الافعال الغير منتظمة ولا هيمشي معاها النهايات اللي انا متفق عليها. شاذة يعني بتتغير خالص. طبعا من اشهر الافعال الموجودة في اللغة الالمانية شاذة اللي هما زاين وهابن. زاين وهابن فاز بدوتة زاين. زاين اللي هو verb to be يكون، هيبقى إيش بن دو بست ار و اس و زي است فير و زي و دي غوز زند و اير زايت. نخمال إيش بن دو بست ار و اس و زي است فير و زي و دي غوز زند اير زايت. زي ما انا لاحظت الفعل متغير خالص، فيرب زاين شكله اتغير خالص طبعا حسب الضمير. طب فيرب تو بي او فيرب زاين انا هستخدمه في ايه؟ طبعا ليه استخدامات كثيره جدا. نمبر 1 مع الالتر العمر، يعني ممكن اقول علي است سين ياري الت. علي عنده 10 سنين، يبقى اول استخدام لفيرب زاين الالتر اللي هو العمر. ممكن استخدمه مع البروفه الوظائف إيش بين شولا إيش بين شولا أنا أكون طالب. تالت حاجة مع الأدجكتيف هبة إست فلايسس أو هبة إست نت تكون لطيفة أو دير فيلم إست انترسانت الفيلم يكون ممتع. كل دي استخدامات مع فيرب زاين، قلت مع الألتر والأدجكتيف والبروفة. ايه تاني؟ عندي verb haben فاس بدوية haben اللي هو verb to have يمتلك. نصرفه مع الضمائر ich habe du hast er و es و sie hat wir و sie و sie groß haben و ihr habt. نخمال ich habe du hast er و es و sie hat wir و sie و sie groß haben و ihr habt. برضو زي ما خدت بالي انا verb haben اختلف خالص. ich habe انا امتلك، du hast انت تمتلك، er و es و sie هو او هي تمتلك، wir و sie groß نحن نمتلك او هم يمتلكوا او حضرتك تمتلك، و ihr habt يعني انت تمتلك. ده كده verb haben. طب ايه استخدامات verb haben؟ اول حاجة مع الدينك الاشياء إيش هاب أين أوتو أنا لدي سيارة. مع الفشر المواد إيش هاب دويتش أند أرابس. يبقى أول استخدام مع دينج الأشياء أنا أمتلك أشياء معينة. تاني حاجة مع الفشر المواد. تالت حاجة مع الأمراض إيش هاب هيبر أنا عندي برد مثلا. استخدام تاني مع كلمات معينة تم بيشبيل إيش هاب تسايت أنا عندي وقت. إيش هاب هونجر أنا جعان. إيش هاب دورست أنا عطشان. ده كده استخدامات verb زاين و verb هابن. طبعا verb زاين و verb هابن لازم أحفظ تصريف الأفعال دي. ليه؟ لأنه هم أفعال شاذة، طبعا الverb شكله اختلف خالص مش هيعرف أمشي معايا نهاية التصريفات اللي أنا متفق عليها. بايشبيلة Nummer 1. Meine Schwester ist 12 Jahre alt.
زي ما انا لسه قايله ان فيرب زاين متصرف مع ماينش فيستر زي هي است، واستخدام فيرب زاين زي ما انا شايف مع الالتر مع العمر، اختي عمرها يكون 12 سنه. نمرة 2، ich habe 6 Fische، مع المواد، ich habe 6 Fischer، انا لدي 6 مواد. ده فيرب هابن يتصرف مع ايش، ich habe. نمرة 3، منى spricht gut English، طبعا ده فعل غير منتظم verb sprechen زي ما انا صرفته في الجدول اللي انا شفته. منى spricht، منى تتحدث اللغة الألمانية جيدا. منى زي هي وعندي verb sprechen، حولت حرف الاي لإي وحطيت تي، منى spricht. نمرة 4، wir sehen einen Film، نحن نشاهد فيلم. wir sehen، حد يقول هو مش ده verb sehen يشاهد؟ انا ليه ما حولتش فيه الاي لإي اي؟ انا قلت التحويل ده بيحصل مع كل الضمائر، لا انا قلت مع ضمائر معينة اللي هما الدو والار والاس والزي. Beispiel Nummer 5، was liest du؟ ein Buch. verb lesen، يقرأ. طبعا verb lesen لو خدت بالي هو عامل زي verb sehen، lesen يقرأ، عامل زي sehen يشاهد، التغيير بيحصل فيهم من حرف الاي بيتحول لاي اي، ومع الدو احط في نهايه الفيرب السي تي، ماذا تقرا؟ ein buch، كتاب. نمرة 6، mein vater ist lehrer، mein vater ist lehrer، lehrer ده ist beruf، وظيفه، قلت فيرب زين بيستخدم مع البروف الوظائف، ابي يكون مدرس und er ist nett، وهو يكون لطيف، وطبعا نت ادكتيف، يبقى فيرب زاين بستخدمه مع البروفة وظائف زي ليرر، بستخدمه مع الادكتيف الصفات زي نت. نمرة 7، was möchtest du do؟ فيرب مشتن صرفته مع دو مشتست، ماذا تريد؟ الانتفورت او الاجابة، ich möchte eine tasche، انا اريد حقيبة. فيرب مشتن مع ich möchte. نشوف اوبنج. Nummer 1، وفاء und هبة، seid ولا sind ولا ist Freunde. طبعا وفاء und هبة انا وضع عنهم بالضمير زي هم او هن، وطبعا ضمير زي هم تصريفه مع verb sein sind. وفاء und هبة sind Freunde، يعني وفاء وهبة يكونوا اصدقاء. Beispiel Nummer 2، طارق möchte مشتت مشتن شلافن، طبعا طارق هقعد عنه بالضمير اير هو، واير هو اما اجي اصرفه مع فيرب مشتن بيبقى مشت. طبعا احنا متفقين ان فيرب مشتن مع الاير والاس وزي بياخد اي زي ايس، ما هقول مش هقول مشتت، هقول طارق مشت شلافن، يعني طارق يريد ان ينام. باشبين ما تغاي، ليزا شبرشت sprichst spricht russisch، ليزا بتتكلم روسي او تتحدث اللغه الروسيه. طبعا ليزا هنعوض عنها بالضمير زي هي، وزي هي مع الفيرب sprechen بحول حرف الاي لاي وبحط في نهايه الفيرب تي، يبقى ليزا spricht russisch. Beispiel Nummer 4، lesen liest lest du das buch ja، طبعا دو هصرفه مع verb lesen يقرأ، هحول حرف الـ A لـ E، A بقى least، least do das buch، هل قرأت الكتاب؟ يا طبعا احنا متفقين ان الفراجة اما بيبدأ بـ verb يبقى بمعناه هل، والإجابة بتبقى يا أو دا ناي. Beispiel Nummer 4، Herr Amr haben habt hat sie Kinder، انا كده بكلم هير عمر، هعوض عنه بالضمير زي حضرتك، طبعا هو الضمير مكتوب في الجملة، طب لو مش مكتوب طبعا معروف ان انا هعوض عنه بالضمير زي حضرتك، ليه؟ عشان انا لقيت كوما، طالما لقيت كوما يبقى انا بوجه له الكلام، وطالما بوجه له الكلام او السؤال يبقى هقول له حضرتك، طب لو مفيش كوما يبقى بتكلم عنه، يبقى هعوض عنه بالضمير ار هو، يبقى هير عمرو
haben Sie Kinder? هل لدى حضرتك أطفال؟ Nummer 6. Was zieht siehst du einen Film? طبعا verb sehen مع du هحول حرف ال A ل IE وأحط في نهاية الفيرب الست هي. ليه؟ لأن الضمير دو وإر وإس وزي هو اللي هما اللي بيحصل فيهم الاختلاف في الفيرب. ده كده سنة تانية درس تصريف الأفعال. خدنا الفيديو اللي فات الأفعال المنتظمة، والفيديو ده خدنا الأفعال الغير منتظمة والأفعال الشاذة. Das ist alles. Danke schön.